وان شاء الله كلنا على خير الحمد لله ان شاء الله. يعني يكفي القران كلكم تكلموا عربي؟ خلاص سوف نستعمر بريطانيا كما استعمرتنا نستعمرها اليوم. شوف العرب اقرأ الإسلام وكمل ايه صحيح كمل الباب اخي صحيح. نعم انظر الى الصحابه عندما لابد تقرا سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابه ما ادراكهم الصحابه الذي مدحهم الله جل وعلا قوه وعزه. تعال العربي معناته حر اقول لك اخي العربي ما تقاب سيفه وما شاء الله. لكن الان نحن العرب اخي عندما ابتعدنا عن القران والسنه شوف نسال الله السلامه والعافيه. فعزتنا ايها العرب في الاسلام انا اقولها لكم والله كما قال سيدنا ابو حفص او ابن الخطاب نحن قوم ايش اعزنا الله بالاسلام فمن ابتغى العزه في غير الاسلام اذله الله. هذا الفاروق ابو حفص انا وارضاه. فنحن نبحث عن العزه في مكان ثاني. العزه في الاسلام يا اخي العزه في اتباع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. قال بعض العلماء الصحابه ما ذهبوا اي جامعه اوكسفورد ولا جامعه برلين ولا جامعه باريس لكن تربوا في جامعه ربانيه تحت المصطفى عليه الصلاه والسلام. كانوا رعاع الغنم فاصبحوا قواد الامم. نعم رضي الله عنهم وارضاهم. الله اكبر. ذهبوا الى الصين ذهبوا الى افريقيا الى حدود باريس. الله اكبر اخي. نعم اخي. وكذلك صح عقبه بن نافع رضي الله عنه. تعرف الحسين ذكر بعض المؤرخين بانه اتى الى المغرب العربي هو عبد الله بن عمر. اي نعم هذه في سنه اظن في سنه كم نسيت انا لكن اتى من الامويين. اي نعم الدوله الامويه والله كثير من كذب عليها. والله الدوله الامويه لماذا تعرف لماذا كثير من الناس يكذب على الدوله الامويه؟ لان اول الدوله الامويه كانت عربيه. بارك الله في خير اخي عبد الرحمن الداخل. من هو عبد الرحمن الداخل؟ عبد الرحمن صقر قريش. عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله. قال المؤرخون لولا عبد الرحمن الداخل لسقطت الاندلس. هو اتى وجمع المسلمين رحمه الله. وكذلك محمد بن ابي عامر المعافري. محمد بن ابي عامر كثير من المسلمين يعرف لك ميسي يعرف لك رونالدو لكن ما يعرف محمد ابي عامر. محمد بن ابي عامر كان النصارى في باريس وغيرها في فرنسا وغيرها يخوفون ابنائهم بذكر محمد ابي عامر. قتيبة بن مسلم. نعم قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى في الشرق. نعم في وقت الحجاج بن يوسف الثقفي. فتح الهند. اي نعم الشرق اي نعم. وصل للصين. اي نعم وصل للصين نعم. سبحان الله. اي نعم. وقلب الكنائس كلها الى مساجد. الله اكبر. ولي تعرف هذه قصة هذه وقال لك في وقت محمد أبي عامر في الأندلس. محمد أبي عامر جاء نصراني يشتكي من محمد أبي عامر بأنه ألزم النصارى أن يغيروا الكنيسة إلى المسجد. فكتب أحد العلماء إلى محمد أبي عامر هذا في شرعنا لا يجوز لا بد لا شوف الله أكبر هذا في شرعنا لا يجوز الله أكبر. لأجل ذلك كثير من الناس لا يدري بأن ما في حتى غير المسلمين يقول لك المؤرخون غير المسلمين ما في دين انتشر انتشارا سريعا كالإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام دخل قلوب الناس قبل أن يدخل بلدانهم. نعم. وبعد أنا تفرجت وثائقي هذا فعلته امرأة بريطانية من أكسفورد. الآن لهم أدلة تبين بأن أكثرية الأندلس فتحوا الأبواب للمسلمين لأنهم عرفوا بأن في الإسلام العدل والرحمة والمساواة التي مبنية على العدل. لابد هذا على العدل لأن المساواة المطلقة ليست عدل. طيب المساواة التي مبنية على العدل ففتحوا الأبواب للمسلمين. فهذه الحروب يقول لك حروب الاسترداد هذا كذب. كيف يستردون؟ هذا ليس بلدانهم هذه بلدان المسلمين لأن أكثرية من دخل الإسلام هم من أهل الأندلس فاختلطوا مع العرب. فهمت؟ لكن بعض المسلمين كالببغاء يعيد والله كالببغاء يعيد الشيء ما يدري. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى بين بأن الإسلام الحمد لله الآن الإسلام ينتشر في بريطانيا ما في لا سيف لا ملعقة لا شوكة. ما نستعمل أي شيء. وصل أوروبا بس لولا الروافض والخوارج هم اللي طعنوا بيه ورجعوا الجيوش كلها اللي كانت بالفتوحات رجعوها عشان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ما أراد اليهود فتنة بالمسلمين إلا استغلوا الرافضة. والله هذا معروف في التاريخ. ماذا وقع للدولة العباسية؟ من أسقطها؟ نعم، كذلك العراق، الله المستعان، والله الله المستعان. لكن الحمد لله الآن نتفرج بعض الفيديوهات كما ذكرت آنفة، في كثير من الإخوة من العراقيين الشيعة فاقوا وعرفوا بأن الإيران لا يريد لهم إلا الشر. طبعا الله المستعان. مراجعهم نفسهم، مراجعهم إيرانيين وما يتكلمون عربي، زين، فكيف هو مرجع؟ المرجع يعني هو اللي يعطيهم الفتوى. نعم، الفتوى والهذا، هو ما يعرف يقرا القرآن. انا اخي اسالك، السيستاني هذا انسان موجود ام غير موجود؟ لا، حي حي، هذا موجود، رايته انت؟ هذا مرة اي شخص حي عمره 93 سنه. ها، حي عمره 93 سنه. صحيح، هذا ما يعرف عنه اخي، سبحان الله. حتى في ما فد يوم صلى صلاه جمعه؟ في مسلم ما يصلي صلاه الجمعه؟ ما فد ما حج بيت الله؟ في مسلم ما حج بيت الله؟ سبحان الله. النبي محمد كان كل العالم تجي تشوفه عليه الصلاه والسلام. صحيح، الصحابه كل، انت ليش ما حد يشوفك؟ هذه طريقه الاختباء، طريقه من؟ طريقه الماسونيين. الامام بن باز رحمه الله تعالى، امام اهل السنه، امام بن باز مره اقول لك، في فقير يمني، هذا تلميذ امام بن باز رحمه الله، قال مره عزمت شيخ بن باز عندي الاكل، وانا كنت امزح معه في الشمس، قال هو قال انا ظننت انه لا يقبل العزومه، فقبل شيخ بن باز. فقلت له غدا يا شيخ، قال ما في مشكل. فقال غدا، قال للتلميذ الفقير اليمني، قال له يا اخي، قال انا ذهب الان الى زياره الملك، تاتي معي ثم اتي معك. قال ذهبنا الى القصر، وكان في وقت الملك فهد رحمه الله. فقال الملك فهد عزم شيخ بن باز الاكل والدجاج واللحم، فانا فاليمني يقول انا اتمنى شيخ بن باز يقول نعم ما في مشكل ناكل. فالشيخ بن باز قال لاش عفوا، شخص عازمني. قال لم يقل من، لان لو قال هذا اليمني ربما الملك يتكلم معي فيحرجني ربما. فبعد خرجنا اتى معي، فقلت سبحان، انظر تواضع هذا الامام، سبحان الله. وقال، قلت له يا شيخ انا ولا كنت امزح بالامس، انا ما كنت اظن سوف تقبل عندنا الا العدس. قال في بركه، الحمد لله. انظر هذا الامام رحمه الله تعالى، الله اكبر. تاتيني سيستاني ما يعرف احد، وتعرف ليش ما يطلعوا ولا يقول لك مات؟ لان هم عندهم عقيدتهم، اذا المرجع مات ما يصير يسلم ابنه، فهم يخافون لا تصير مشاكل، لان بعد اكثر ما هم عندهم يعني تفرقه، وهي تصير تفرقه اكثر. فلحد الان هم هيك مخليه، ولا احد يشوفه، ولا اي واحد يقول لك شوفته اقول له يلا صور لنا وياه، انت مصوره انت، سبحان الله. ومع العلم بنفس الوقت السيستاني ما يلتقي الا بالاوروبيات اللي جايت من اوروبا، مثل هاي بغراخست وما لا بلارخست، وهذه والله ما اعرفها، ما ادري. هذه هو يحب الهولنديات، هو هو مفتي الهولنديات. يعني يستضيف النساء الاوروبيات بس ما يستضيف العرب. والله تعرف الشيخ بن باز يستضيف شو اسمه البابا وما يستضيف العرب، سبحان الله. تعرف الشيخ بن باز رحمه الله اتوا اليه، قال في وزيره البريطانيه الخارجيه تريد تزورك؟ قال لا تزور شخصاني، ما تزورني انا. قال اذا الدعوه اعطيها المطويات. الله اكبر اخي رحمه الله. والمرجع الثاني عندهم بشير باكستاني، باكستاني ما يتكلم عربي نهائيا، تفتح الفيديو ده ما تعرف شو يتكلم. هو عندهم مرجع كان. الله المستعان. والله يا ايها الشيعه تفيقوا من نومكم، والله نريد لكم الخير. دام قائم على الحسين بس. ها؟ لا احسن حديث في هاي الباب، انت الرجال. ما شاء الله. والله اقول الصدق. ما شاء الله. هم مراجعهم كلها إيرانية عجمية، ماكو عرب. يعني معقولة هاي الملايين العرب ولا واحد طلع بيه خير؟ صحيح والله. أقول لك، قال لك كمال حيدر الآن في العراق، أقول لك سبحان الله، حاصروه في بيته. ايه ايه. سبحان الله. بس هو هذا الله يهديهم. آمين. احنا والله نريدهم الخير. الله يهديهم. والله أنا أريدهم الخير. وكثير قد كثير من الشيعة عندي الآن، في بعض الشيعة بعضهم اهتدى إلى السنة، لأنه يعرف بأن أخ شمسي ما يريد الشر. أنا عندما أفضح عقيدة الشيعة ليس بغضا للشيعة، بل أريد لهم الخير. لما رجعهم أخي. نعم. نحن نريد الخير للشيعة، والله نريد لهم الخير. نعم. والله يا أخي، والله حتى مرة شفت شيعي من السعودية يرد على الشيعة العراق، قل لهم والله كيف تعبدون غير الله؟ قلت شوف بركة السعودية، سبحان الله. التوحيد. ما شاء الله تبع التوحيد السعودية. الحمد لله. هم يتكلمون على السعودية، هو مين قاعد يحمي المساجد مال الشيعة بالحسن والقطيف بالسعودية؟ سيارات حرس الشرطة معروفة واقفة بالحسينات تحميهم. والله والله سبحان الله.
حفظ الله السعودية وحفظ الله جميع بلاد المسلمين، والله نحن والله دولة أمور المسلمين لكل خير، ونسأل الله أن يرزقهم حسن البطانة. والله الحمد لله. الله تعرف أن أنا أوصي الإخوة السعوديين لابد ينشروا مقاطع عن السعودية، لأن في حرب ضد السعودية، في حرب إعلامية والله. لا مثل الملك فهد رحمه الله، أنا تعرف الملك فهد رحمه الله بنى مسجد في الهرسك، وتعرف الملك فهد ما كان يحب يذكروا الناس. الملك فهد رحمه الله تعالى هو اللي أسس المؤتمر الإسلامي للدول الإسلامية، لكن من عندما في بداية استقامتي، نسأل الله أن نموت على استقامة على القرآن والسنة، سبحان الله كثير من الناس كذبوا على الملك فهد رحمه الله، لكن تعرف هذا إنسان كان يحب الإسلام والمسلمين، وسوى مسجد في إدنبرا في اسكتلندا. في إدنبرا أخي مسجد هنا كذلك، ما شاء الله. تعرف الخارجي يقول لك ملك فهد كافر، هو يقرأ في مصحف ملك فهد. شو هذا الخارجي حمار يقرأ في مصحف ملك فهد مطبع في معناته طبع على نفقة ملك فهد رحمه الله، ويقول لك كافر. ما شاء الله كافر اللي ينفق على المصحف، سبحان الله. حسن. وأنت الخارجي في بريطانيا عايش لي حسد والله. تعرف والخوارج والروافد يستعملهم أعداء الإسلام لكي يدمروا الدول الإسلامية. والله تفضل أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعزك حبيبي. أنا جيت فيزيت. بارك الله فيك. خصيت نشوفك. بارك الله فيك خويا. كيف الحال؟ لاباس. مين من الجزائر ده؟ خنشلة. الله مبارك. شاوية ما شاء الله. ما شاء الله. رجال. أراكم جيتوا من خنشلة هنا. ما شاء الله. ما شاء الله. كيف الحال؟ لاباس. كم لافامي؟ كل شيء بخير. ربي يبارك فيك. آمين آمين وإياكم. الله عزك. دخلني يعني ربي يثبت. آمين. الله الإخلاص والقبول. خايف عليك. الله الحمد لله. خوف طبيعي مشي. الحمد لله. توكل على الله. قل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لنا يا خلاص. الحمد لله. أنتم جايين زيارة ولا؟ أنا زيارة والله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. يعطيك تدمس الصلاح. يعني داخل. صلاح الدين لا أنا في دار السنة. يا. استغفر الله. يا. صلاح الدين هذا المسجد. هذا مسجد دار السنة في شفت بوش. الحمد لله. لا ما في مشكلة الحمد لله. معرفة خير خويا. اسمك الله أنا. زين العابدين ما شاء الله. الشيعة يبغوك أنت. انا هو جدو انا هو جدو الله العظيم ما شاء الله. الله مبارك كان البلاد لاباس بشي بخير الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيكم. وانت خلوش بلا بال هذيك واحد المغربي اخ مغربي جا زيارة تالي دخلنا في السياسة قال اسمع قال لي خذ ومولي البلاد انا اختني من السياسة لا لا عارف لا افكوس افكوس بس الحمد لله. لا الحمد لله افكوس اللبيب بالإشارة يفهموا لا الحمد لله. انت سويت الإسلام الحمد لله. دافع عن الإسلام دافع عن نشرت الدعوات. هل نتكلم هل الفيديو قلت انت على الإسلام وعلى أولا رديت عليهم كي جاس قلاب لك زينة السلام أخي كيف الحال طيب خير بارك الله جزاك الله خير متوحش تاس قلاب هذاك هل معرفه قولي سياسي هو هنا غردايه مع الله حديث الله العظيم المشكلة هو بيحكموه شوية بس خلاص بلا سوى الشيخ رشيد الله المستعان اخي والله والله فكرتني يا اخوه انا سين انجلش برادرز وي هاف تو فير الله سبحانه وتعالى